اول شيء السلام عليكم جميعا وشكرا لحضوركم معنا اليوم. تعبناكم في الحر ولكن تعرفوا انه الموسم بدا يعني، فحبينا هالشيء اللي سويته شفرليه صراحه. شفرليه اريبيا سوت واحه صغيره طبعا على شكل شفرليه، طبعا مو لفتره معينه يوم يومين، راح تكون موجوده على مدى ايام كثيره، فدائما اللي بيطلع القدره يعني يمر عليهم حيكون دائما في مطاعم وهالاشياء. المهم نحن سبق وصورنا فيديوين مع شفرليه تريل بوس الجديد، صورنا واحد في البر وواحد في منطقه جبليه، كان موضوع تخييم ما تخييم ويعني تبس صغيره يعني. واليوم ان شاء الله حابين نلتقي معاكم نطلع فيديو صغير نستمتع مع بعض، واللي حاب يجرب التريل بوس الجديد في البر يجرب، خصوصا معظمكم ما شاء الله سياراته عليها تعديلات معينه، وهذه النسخه نزلت معدله من قبل شفرليه المفروض للبر من ناحيه سسبنشن كولر الجير ونوع اطارات مخصصه. الامان اهم شيء يا شباب، احنا جايين ننبسط ان شاء الله، الكل اجى سعيد والجميع يعني نروح سعيدين. الفكره الرئيسيه يا جماعه الخير انه في موجود السلفرادو نسخه الاتش دي، لا تفوتكم ضروري تشوفوها، هذا وحش. وفي اكسسوارات موجوده للسلفرادو الجديده اللي بحب يشوفهم كمان، حيا الله ويستمتع ويشوف. قبل ما نطلع ضروري جدا يا جماعه الخير الكل يكون منسم التواير، بدنا نخلي مسافه امان، اهم شيء تطفي تراكشن كنترول والايرباج نطفيه. المعاش شفرليه السلفرات الجديد حتشوفوا في زر واضح امامك على الكونسول عشان تفصل الايرباجات عشان لا قدر الله ما يصير في اي مشاكل. فما حنطول عليكم اكثر من هيك، نطلع. اللي حاب يطلع بسيارته نطلع، اللي مو حاب يطلع في سيارته ممكن يطلع معانا من البدايه. في معانا اثنين سلفرادو، واحد الغماره وواحد الغمارتين. والشباب احنا راح نطلع اكثر من مره، راح نلف لفه ونرجع، نلف ونرجع، حتى لو ما بدكم تطلع بسياراتكم اوكي عادي. أي. الامور طيبه. للعالميه باسم العرب مع عربيتي وحوش. اطلع اطلع اصف. طيب سلام، هلا بالزعيم. ما عرفني باسمك. مصطفى. هلا الله حياك مره ثانيه. سامحونا جولة سريعة، بس شوفتكم مكسب. الله يسعدكم ويبارك فيكم، حيا الله الشباب.
وصلنا معاكم لنهاية هذا الفيديو لليوم. شكراً لجروب دينالي الإمارات على حضورهم هذه الفعالية، وشكراً لكل شخص شرفنا اليوم، والناس اللي ما قدرت تجي معذورين إن شاء الله ولا يهمكم يعني. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، جربنا السيارة مع بعض، وهذا كان الفيديو الثالث من سلسلة فيديوهات تريل بوس، وخليك البوس وكون البوس. ضروري جداً تحضروا الفيديو الأول والثاني، إذا ما حضرتوهم موجود الروابط تعاونهم بالوصف في أسفل هذا الفيديو. عشاق البر، المغامرة لم تنتهي، في تجمع قادم إن شاء الله في مدينة أبوظبي، تحديداً منطقة سويحان، راح نحط لكم اللوكيشن إن شاء الله بالوصف. فأمركم طيبة، راح يكون من تاريخ 17 الشهر لحد يوم 26 الشهر. إذا فاتكم هاي المغامرة موجود في تجمع قادم إن شاء الله، لا يفوتكم. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب بشبكة عرب جي تي، نحو شعار الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. يلا شباب، مع عرب جي تي. السلام عليكم. يا من الله.